لعبة كراش بانديكوت للأجهزة الذكية ما أعلنوا عنها رسميا وطلع لها تسريبات من فترة، واليوم توفرت في بعض المتاجر الرقمية حول العالم واسمها كراش بانديكوت موبايل. واللعبة طورها فريق كينج المعروفين بألعاب كاندي كراش. اللعبة أسلوب لعبها يشبه الأجزاء الكلاسيكية ومع مواجهة الزعماء. حتى الآن اكتيفيجن ما تكلمت أبدا عن أي شيء يخص صدور اللعبة بالمتاجر المختلفة، لكن تقدرون تزورون صفحتها الخاصة بالمتجر عن طريق رابط المقالة تحت في الديسكريبشن. بما أننا تكلمنا عن كراش، ففي إشاعة عن مسرب الأخبار جورو اللي وضحت بأن هذه السنة راح نشوف كشف عن لعبة كراش جديدة، والفريق اللي يشتغل عليها كان يطورها لمدة 3 سنوات وراح تصدر لنا هذه السنة. وأضاف بأن راح يتم الكشف عنها بحدث خاص لسوني، لأنه بيكون فيه محتوى حصري لمنصة بلاي ستيشن، وبأن أكتيفيجن راح تبدأ حملة تسويقية لها بوقت قريب. واللعبة بتصدر على جهاز البلاي ستيشن 5 وأجهزة الجيل الحالي. شركة كابكوم ما عندها أي نية في إصدار نسخة محسنة للعبة داينو كرايسيس، وبعض اللاعبين ملوا من الانتظار وحبوا يصنعون لنا ريميك خاص فيهم. ففي أحد اللاعبين طور مود خاص لريميك ريزيدنت إيفل 3 يبدل كل الزومبيز بديناصورات، ويبدل شخصية جيل ويحط بدالها شخصية رينا بطلة لعبة داينو كرايسيس. المود متعوب عليه والتفاصيل عليه ممتازة كمود. مايكروسوفت كشفت اليوم بأن لعبة Red Dead Redemption 2 جاية لخدمة الإكس بوكس جيم باس في تاريخ 7 مايو، وفي نفس هذا اليوم راح يتم حذف لعبة GTA 5 من خدمة جيم باس. لعبة Red Dead Redemption 2 لما تصدر على الخدمة راح تحتوي على طور القصة كامل والأونلاين. الجزء الجديد من سلسلة ألعاب الأكشن والعالم المفتوح Watch Dogs كان المفروض تصدر بشهر مارس من هذه السنة، قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى. بحسب مصادر شبكة VGC، فيوبيسوفت راح تصدر لعبة Watch Dogs Legion بموعد صدور أجهزة الجيل الجديد في نهاية هذه السنة، وراح تكون لعبة إطلاق لأجهزة الجيل الجديد. ومو بس كذا، فهي بتكون واحدة من الألعاب اللي بتصدر لجيلين من الأجهزة بنفس الوقت.